بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، فلم يترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، ولا شرًا إلا وحذرها منه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركنا على الكتاب والسنة، وبين أن عز هذه الأمة وصلاحها هو في تمسكها في كتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، أيها الإخوة في الله، حديثنا هذه الليلة عما تضمنته هذه الآية العظيمة من سورة الكوثر في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر، هذا هو محور حديثنا هذه الليلة بإذن الله عز وجل، بما يفتح الله تعالى به. نسأله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يحيينا على سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الآية الكريمة تحدثت عن أمرين مهمين، تحدثت عن ما يتعلق بأهم العبادات وهي الصلاة، وهي من أعظم القربات عند الله عز وجل، وتحدثت أيضاً عن أعظم النفقات وهي تقديم الذبائح والقرابين والنسك لله عز وجل. ولذلك سنتحدث عن موضوع الصلاة وأهميتها ومنزلتها في الإسلام، وأن الله عز وجل قرن بين الصلاة وبين الذبح والنسك، كما في قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية تفسر تلك الآية، والقرآن الكريم يبين بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا، فما أجمل في موضع تجد أن المولى عز وجل يبينه في موضع آخر. كما أن السنة المطهرة، سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مبينة وشارحة لما جاء في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم هو الترجمة العملية لما في القرآن الكريم من العبادات
والمناسك والأخلاق والآداب. وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وهكذا كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يتخلقون بآداب القرآن، ويقربون أهل القرآن ويكرمونهم، كما في قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. فقد كان عامة جلساء عمر رضي الله عنه هم حفاظ القرآن، هم حفاظ كتاب الله عز وجل، وكبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. وكان يجلس معهم ابن عباس وكان صغيراً، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لا يتجاوز عمره 13 عاماً، حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن الصحابة وجدوا في أنفسهم على عمر رضي الله عنه، قالوا: إن لنا أولاداً مثل ابن عباس، لماذا لا يجلسهم عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين في مجلسه؟ فعلم عمر بمقالة بعض كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مجلسه سأل الصحابة: ما تقولون في قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. فقال بعض الصحابة: هي بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتأييد والفتح وطلب الاستغفار والتوبة، وكل واحد أدلى بقول من عنده. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي يا أمير المؤمنين أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخبار عن نهاية حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا جاء نصر الله والفتح وفتحت مكة فقد اقترب أجلك، فأكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار. قال عمر رضي الله عنه: والله ما أعلم من هذه السورة إلا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هكذا كان الفقه في الدين والعلم بكتاب رب العالمين، يرفع الله عز وجل بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فمن حفظ القرآن وفهم معانيه فقد فكأنما استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. ما كانت النبوة إلا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك تفسير كلام الله عز وجل كما في تفسير الإمام الطبري وابن كثير وغيرهم من المفسرين، أنهم جعلوا لهم منهجاً في تفسير كلام الله عز وجل، فيبدأون بتفسير كلام الله عز وجل من كلام الله تبارك وتعالى، يفسرون آيات القرآن بآيات القرآن، ثم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه من السنة، كما في الصحيحين البخاري ومسلم والسنن والمسانيد وغيرها من الأحاديث. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون في عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون منه العلم، حتى قال بعض التابعين: حدثونا الذين كانوا يعلموننا القرآن كابن مسعود وأبي بن كعب أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن الكريم حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. ما كانوا يقرؤون القرآن هكذا بدون علم ولا عمل
إنما كانوا يتفقهون في معاني هذه الآيات ويفهمون ما تدل عليه وما ترشد إليه، ثم يترجمون ذلك إلى الامتثال لما أمر الله عز وجل به فيفعلوه، وما نهى الله تبارك وتعالى عنه فيجتنبوه. قالوا: كنا لا نتجاوز 10 آيات من القرآن الكريم حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فأخذنا العلم والعمل جميعا. ولذلك لا بد للمسلم أن يتدبر كلام الله عز وجل، ولا يمر على صفحة من كلام الله عز وجل في القرآن الكريم إلا ويتمعن ويتدبر في كلام الله عز وجل، فإنه نزل بلسان عربي مبين واضح. وكما جاء أن فهم القرآن الكريم على درجات، منه ما يفهمه الناس كلهم كما ذكر الله عز وجل عن السماء وعن الأرض وعن الجبال وعن البحار وعن الدواب وعن الإبل وعن المراكب وعن المشارب وما ذكر الله تعالى منها واضحة في القرآن الكريم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فهذه يفهمها الأعرابي في الصحراء، يفهم من كلام الله عز وجل. وأما ما يتعلق بفهم الأحكام وما تدل عليه الآيات من الحكم بما أنزل الله عز وجل ومعاني تأويل بعض الآيات، فإنما يفهمها العلماء الراسخون في العلم الذين جلسوا في مجالس العلم وأخذوا العلم عن أهله. ثم من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله عز وجل، وهو ما يكون في الآخرة من الجنة والنار، ما في الجنة من النعيم وما في النار من الجحيم والعياذ بالله. فيقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا، ليس يعني شيء من الدنيا يكون في الجنة إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي تختلف، كما أن في الدنيا ماء ففي الآخرة ماء، وفي الدنيا لبنا وفي الجنة لبنا، وفي الدنيا عسلا وفي الجنة عسلا، لكن هذا يختلف عن هذا. أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لكن الحقائق أعظم وأعظم وأجل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك تفسير كلام الله بكلام الله عز وجل هو أعلى الدرجات، وهو الذي سار عليه أئمة التفسير كالإمام محمد بن جرير الطبري والإمام ابن كثير في تفسيره، وغيرهم من المفسرين، وابن الجوزي والقرطبي والسعدي وغيرهم من العلماء الذين مشوا على هذا المنهج، يفسرون كلام الله عز وجل بكلام الله، ويفسرونه بما صح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يفسرونه بكلام الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يجلسون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه العلم والأحكام والآداب وما جاء من الهدى في كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما ذكر في هذه السورة العظيمة الأمر بالصلاة والأمر بالنحر، فيها ما يتعلق بأعظم أمور الدين وهي الصلاة، هي عمود الإسلام. بعد الشهادتين بني الإسلام على 5، يعني على 5 أركان، وهذا كما في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وفي غيرها من الأحاديث، أن الإسلام بني على 5 أركان، وهي الشهادتان اللي هي التوحيد
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بعدها إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صيام رمضان، ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة، أعظمها التوحيد، وسنأتي عليه في الكلام على النحر والذبح وأن ما هو يكون لله عز وجل. لكن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لما نرجع لكلام المفسرين على تفسير الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات العلى، إلى فوق السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورآها ورأى ما فيها من النعيم كما سيأتي معنا أيضا. ثم إن الله تبارك وتعالى كلمه وفرض عليه الصلوات الخمس، فرضها 50 صلاة. جميع الأركان الدين وجميع تعاليم الإسلام كلها أتى بها جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا الصلاة، فإنها فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة بلا واسطة من الله عز وجل، كلاماً لرسوله صلى الله عليه وسلم لعبده ورسوله محمد بن عبد الله، فرض عليه الصلوات 50 صلاة، ثم خففها الله عز وجل إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 50 في العمل و50 في الأجر. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هي عمود الدين، كما أن الخيمة لا تقوم إلا على عمود واحد وأطناب، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على التوحيد وعلى الصلاة. ألا أخبركم، يقول عليه الصلاة والسلام، برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه، هاي أبو حذيفة، الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله. فإذا تعطل الجهاد ليس للإسلام سنام، تسلط علينا الأعداء. ولذلك نحن ندعو للمجاهدين في سبيل الله، المجاهدين للدفاع عن الدين وعن عقيدة المسلمين، ندعو لهم بالنصر، ونتمنى أن يسلكنا الله عز وجل مع المجاهدين ومع الشهداء والصالحين الذين قدموا أرواحهم للدفاع عن الإسلام والدفاع عن بلاد الحرمين والدفاع عن مقدسات المسلمين. هذه من أعظم الأعمال، قرنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام والصلاة والجهاد. الصلاة هي عمود الإسلام وأهم ركن بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الصلاة وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام، كان يهادى بين الرجلين يؤتى به عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى مسجده تخط قدماه في الأرض وهو من المرض ومن شدة المرض، ولم يمنعه ذلك عن أن يصلي مع المسلمين. كان أبو بكر رضي الله عنه ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي معه. لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد وهو مرتك على العباس بن عبد المطلب وعلى علي بن أبي طالب، يسندان على لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعضدان له حتى يصل إلى الصف ثم يصلي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الشافع المشفع، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أفضل البشر على الإطلاق.
وأفضل بني آدم، يقول أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول من يدخل الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، لم يترك عليه الصلاة والسلام الصلاة حتى في مرضه، كان يصلي عليه الصلاة والسلام جالساً من شدة المرض، ولم يترك عليه الصلاة والسلام الصلاة ولم يترك الجماعة. ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم على أهمية الصلاة وهو في مرض موته عليه الصلاة والسلام، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كان يحث على أداء الصلاة وهو في النزع في مرض الموت عليه الصلاة والسلام، آخر ما أوصى به الصلاة الصلاة، لأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، يعني بيننا وبين الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هي الصلة، سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، فإذا ترك الصلاة انقطعت وانفصمت تلك الصلة. وقيل سميت الصلاة لأن الله عز وجل فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، بدون واسطة، ليلة الإسراء والمعراج فرضها الله بدون واسطة جبريل ولا بواسطة أحد من الملائكة، وإنما فرضها عليه الصلاة والسلام، فرضها الله تبارك وتعالى بدون واسطة. فالصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة عماد الدين، بل أخرج الإمام أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. بل أخرج أيضا الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع سميت حجة الوداع، لماذا؟ لأنها آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم وودع فيها المسلمين، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقيع يسلم على أموات المسلمين وشهدائهم، يسلم عليهم ويودعهم، يودع الأحياء ويودع الأموات عليه الصلاة والسلام، فسميت حجة الوداع لأنه صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وهذا يعني من آداب الخطب، من آداب الكلام في الأمور المهمة، أن يحمد العبد الله عز وجل في بداية كلامه ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا لعلكم لا تروني بعد عامي هذا، ألا لعلكم لا تروني بعد عامي هذا، كررها ثلاث مرات، ألا لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. قال فقام رجل طويل كأنه من رجال شنوءة قال يا نبي الله فماذا نفعل؟ وفي رواية الإمام أحمد قال يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ أي أمر توصينا به يا رسول الله وتعهد به إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. هذه الأمور إذا حافظت عليها دخلت الجنة، وهي عبادة الله، توحيده وعدم الشرك به، لأن الشرك محبط للأعمال ومفسد لها. قال عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك،
قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك محبط للأعمال، بل قال الله عز وجل عن المشركين وعن أعمالهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني غير المسلم لو عمل الصالحات وبنى المستشفيات وبنى مساكن للفقراء وهو لا يؤمن بالله ولا يقيم الصلاة لا تنفعه ذلك، يجازيه الله عز وجل بها في الدنيا بصحة في بدنه وفي ذريته وفي أحواله، ولكن ليس له في الآخرة نصيب، يكافئه ويجازيه الله عز وجل في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له عند الله عز وجل شيء. ولما قالت ابنة حاتم الطائي الرجل المعروف بالكرم في الجاهلية، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي كان كريما جوادا يكرم الضيوف، وكان من صفات وأخلاق العرب والأخلاق الحميدة، فهل ينفعه ذلك يا رسول الله؟ قال: لا ينفعه ذلك، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان يعبد الله عز وجل وما كان يدعوه، كان يعبد الأصنام ويكرم الأضياف، فما تنفعه تلك الأعمال لأنه لم يكن مسلما ولم يكن مؤمنا. فعبادة الله عز وجل هي أصل الدين وقاعدته التي ينبني عليها، ولا تقبل الأعمال حتى تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ليس فيها شرك لأحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. فالشرك هو أخطر الأعمال، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما دون الشرك من المعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عاقب به وإن شاء عفى عنه، إن شاء الله آخذ العبد به وعاقبه على قدر معاصيه وعلى قدر ذنوبه، لكنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا المشركون والعياذ بالله. من مات على الشرك، يدعو غير الله، يعبد غير الله، يذهب إلى الأضرحة يذبح لها، ينذر لها، يدعوها من دون الله، يعتقد في الأولياء أو في الصالحين أو في الأنبياء أو في الملائكة أو في الجن أو في غيرها أنها تقربه إلى الله عز وجل زلفى، فذلك مما يفسد العمل، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس فيها شرك لأحد، وليس فيها قصد إلا لله عز وجل. فالدعاء والنذر والذبح كما سيأتي معنا، والاستعانة والاستغاثة والحب والبغض كله لله عز وجل، كما في قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها ومماتي، كل ما أعمله في الحياة وبعد الممات هو لله عز وجل، كل ما أعمله في حياتي وما أعمله لما بعد مماتي فهو لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم، هذه وصيته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي كانت في السنة العاشرة من الهجرة، قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم، الصلوات الخمس. لما جاءه الرجل قال: ماذا علي يا رسول الله؟ قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصلي الصلوات الخمس، وتصوم رمضان، وتؤدي زكاة المال، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: والله يا رسول الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وفي رواية: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، لأنه أدى أركان الإسلام كاملة. قال: لا أزيد على ذلك ولا أنقص إلا أن تطوع،
من أراد أن يتطوع وأن يزيد في العبادات فهذا باب خير مفتوح وخير موضوع، سواء من صلوات النوافل أو من زكاة أو من صدقات التطوع أو من أعمال البر ومن صلة الأرحام ومن الصدقات ومن البر بالوالدين والأقارب والجيران والإحسان إلى البشر وإلى أيضاً حتى الحيوانات والدواب والطير وغيرها، كل في كل كبد رطبة أجر. الإسلام يشمل كل جميع أنواع الموجودات على الأرض من البشر ومن الحيوانات ومن الطيور ومن غيرها، كلما أحسنت إليها فلك أجر في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي هذه التعليمات العظيمة، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، وهي عبادة الله وحده، إقامة الصلوات، إيتاء الزكاة. الزكاة لمن عنده مال، أما الذي ليس عنده مال فليس عليه الزكاة، يسقط عنه الركن، بل هو يصبح من أهل الزكاة، الأغنياء يعطونه من هذه الزكاة. وصيام رمضان شهر واحد في العام، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. فهنيئا للمسلمين الذين يدركون هذا الشهر العظيم، ونحن في قرب هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يبلغنا هذا الشهر العظيم لما فيه من الأعمال الصالحة. أيضا من الأعمال التي حثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام أداء الحج. الحج فريضة مرة واحدة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، أيضا لمن كان يملك المال، الزاد، الراحلة، عنده نفقة لأهله، وإلا لا يلزمه لا حج ولا عمرة. فهذا من لطف الله بعباده أنه لم يفرض عليهم شيئا لا يطيقونه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما يكلفنا الله عز وجل إلا ما نطيق وما نستطيع، ولا يستطيع أحد يقول إن الله عز وجل كلفنا بأمر لا نستطيع أن نؤديه. وعندما نزل قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده بالركب على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، ثم نزلت عليك هذه الآية تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال هل تقولون وتجيبون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة رضي الله عنهم سمعنا وأطعنا يا رسول الله، فلما ذلت بها ألسنتهم جاءت نهاية السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك هذه الآيات خواتيم سورة البقرة نزلت من باب من السماء لم يفتح قبل، وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أوتيت خواتيم سورة البقرة من هذا، نزل بها ملك من الملائكة، لا تقرأ بآية أو بحرف منها إلا أوتيته. ولما يقول العبد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. فمن قرأ هذه الآيات فالله عز وجل يجيبه على دعائه، لأن هذه الآيات من أعظم ما أنزل من آيات القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها في أول النهار كفاه الله تعالى ما أهمه، ومن قرأها في آخر النهار كفتاه من أمور الدنيا ومن أمور العناء ومن التعب. من قرأها في آية كفتاه وحفظتاه من كل شيء من شياطين الإنس والجن والدواب والعقارب والحيات وغيرها، كل هذه حرز من الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصيته في حجة الوداع: تعبدوا الله، اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، ثم قال: وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. يعني طاعة ولاة الأمور فيما يأمرون به، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله عز وجل ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمروا به. فلا بد للمسلمين أن يطيعوا ولاة أمورهم فيما يأمرونهم به وفيما يوجهون به، فهذا من الإسلام وهذا مما أمر الله عز وجل به. ولا تصلح أمور الناس إلا بطاعة ولاة الأمور، لا يصلح الناس ولا يكونون في استقامة من أمور دينهم ودنياهم إلا بطاعة ولاة أمورهم فيما أمروهم به فيما فيه طاعة لله عز وجل. فهذا هو إرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة ولاة الأمور: وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم عز وجل. وأيضا مما يدل على تأكيد الصلاة وعلى وكادتها أن الله عز وجل لما يقول للمشركين يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فحين وقعت بها البداية دل على أنها ثانية الإيمان. فالمصلي في اللغة هو التالي السابق. ومما يدل على عظمة منزلتها في الإسلام عظمة الصلاة أنها لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال إلا مع سقوط التكليف عنها بذهاب العقل. ما دام العقل موجود فلا تسقط الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، كما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. بل إن الصلاة واجبة حتى والأعداء أمامك، فشرع الله عز وجل صلاة الخوف، قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي صلوا على الحال الذي يتيسر لكم، ولكنها لا تسقط حتى على المجاهد في حربه لأعداء الإسلام، فلا يسقط وجوبها وأداؤها في وقتها حتى عند التحام الصفوف أو الاقتحام في المعركة في الجهاد في سبيل الله، فيصليها المجاهد وإن كان الحال يضطره إلى المشي أو السعي أو مقارعة الأعداء بالسلاح. الصلاة هي عمود الدين، وهي أنس المشتاقين، وراحة عباد الله المخلصين، وعون أولياء الله المتقين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال رضي الله تعالى عنه: أرحنا يا بلال بالصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عينه وسعادته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، لأنه يتصل بربه. وقال بعض السلف: من مثلك يا ابن آدم؟ إذا أردت أن تدخل إلى ربك عندك وضوءك وعندك سجادتك، تدخل على ربك فتصلي وتكبر. فالله عز وجل ينصب وجهه للمصلي،
إذا كبر المصلي قال الله أكبر رفع الحجاب بينك وبين الله عز وجل. إن الله ينصب وجهه لعبده في أثناء الصلاة، ينصب وجهه ويقف العبد بين عيني الرحمن تبارك وتعالى، فإذا انصرف العبد بتفكير عن الصلاة وغيرها صرف الله وجهه عنه، لأن الله عز وجل لا ينصب وجهه للغافلين أو الساهين أو اللاهين في صلواتهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حتى بعض العلماء قال ليس له يسهو عن الصلاة، إنما حتى الذي يسهو فيها، لكن كل يسهو. لكن أمر الصلاة أمر عظيم، سنأتي على شيء من آدابها ومن شروطها ومن واجباتها حتى نكمل ما يتعلق بالنحر. الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ولكن للأسف أنه وقع في الأمة الإسلامية، في أمة الإسلام، التقصير فيها وقوعا بينا ظاهرا من بعض من يعني قصر في تربية أبنائه على الصلوات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصبي الصغير الولد والبنت يربى على الصلاة منذ أن يبلغ سبع سنوات، ويصبح عنده وعي يؤمر بالصلاة، والبنت كذلك يأمرها والدها ووالدتها بالصلاة، يربونهم على الصلاة وهي لم تجب عليه في حال السبع سنوات والثمان والتسع والعشر، لكنه إذا بلغ وجب عليه الصلاة، لكنه يعود على الصلاة. فلذلك تخف عليه الصلاة إذا كبر. الذي لا يأمر أبناءه بالصلاة وهم صغار تثقل عليهم إذا أصبحوا كبار، لكن إذا رباهم على الصلاة وهم صغار خفت عليهم، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فلذلك الطفل الصغير يتربى على الصلاة ويتعود عليها منذ عمره سبع سنوات فيؤمر بالصلاة وهو في السابعة وفي الثامنة وفي التاسعة، ثلاث سنوات وهو يؤمر، ثم إذا لم يصلي في العاشرة يضرب على الصلاة. فلذلك نادراً أن نجد من يربي أبناءه على الصلاة ثم يجد منهم أنهم إذا بلغوا عشر سنين أو بلغوا الخامسة عشرة أنهم لا يصلون، لأنه قد تعود على الصلاة وأصبحت عادة عنده لا يمكن أن يتخلى عنها. فالناظر في حال المسلمين اليوم يتفطر قلبه حزناً على ما آل إليه أمر بعض المسلمين تجاه هذه العبادة العظيمة. فهم في كثير من الأحيان بين تارك لها بالكلية أو متهاون في المواظبة عليها، ومقصر في بعض شروطها ومواقيتها أو الإخلال بخشوعها، فهذا أمر ظاهر للبيان. ولو أن المسلمين قدروا الصلاة حق قدرها وقاموا بها خير قيام لكانت الصلاة سبباً في صلاح أحوالهم وتقويم سلوكهم، فإنها كما قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعند النظر في واقع المسلمين ترى بعضا ممن يصلي لا يوجد للصلاة في سلوكه أثر، وأساس ذلك ومكمنه أنه جعل بعض المصلين جعل الصلاة مجرد حركات ركوع وسجود ليس فيها خشوع وليس فيها خضوع لله عز وجل وليس فيها تدبر لكلام الله عز وجل الذي يتلى في القرآن الكريم. ولذلك جعل الله عز وجل الصلاة لها حداً معيناً ووقتاً معيناً. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي محدداً بوقت، لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر، يعني لا ليس يعني نسياناً أو نوماً أو غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة
أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأداء الصلاة في أوقاتها التي شرعها، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: صل الصلاة لوقتها. ولذلك حذر الله عز وجل عن تأخير الصلاة عن أوقاتها وأمر بأدائها فيها، وقال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، من الذين لا يخلصون في أداء الصلاة ويراؤون فيها، فهذا من صفات المنافقين. فلا بد من الإخلاص في أداء الصلاة وعدم المراءاة فيها. أيضا النشاط والفرح، يعني المؤمن الصادق يفرح لما يسمع الأذان، ويفرح لما يسمع النداء، ويفرح لما يمشي إلى المسجد ويسر، ويفرح لما يدخل إلى المسجد ويقف بين يدي الله، يجد السعادة والاطمئنان الذي لا يجده في أي مكان، لأنه يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى في أفضل البقاع. فإن أفضل البقاع هي المساجد، بيوت الله. أفضل بقاع الأرض هي بيوت الله عز وجل، وهي خيار البقاع وأفضلها. وشرار البقاع هي الأسواق، حيث ينصب الشيطان رايته، تجد فيها الكذب والغش والسباب واللعان وغير ذلك، هذا في الأسواق، فهي شر المجالس وشر الأماكن. أما خير الأماكن فهي المساجد، فيها الملائكة، فيها الصالحون، فيها آيات الله تتلى، فيها الذكر، فيها إخوانك المسلمون، فيها الصلوات تقام وتسمع آيات الله عز وجل، ولذلك كانت فيها السعادة، فيفرح المسلم وينشط ولا يتكاسل ولا يتثاقل. لأن من صفات المنافقين أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أيضا من آداب الصلاة أن يتهيأ المسلم لها بلبس الثياب الحسنة النظيفة، وأن يصلي السنن النوافل القبلية، والبعد عن ما يشوش ذهنه كالصلاة بحضرة طعام أو شدة حر أو غيره. الصلاة في الجماعة للرجال، صلاة الجماعة للرجل تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. أخرجه الإمام مسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على حضور الجماعة، وحذر ممن يتخلفون في بيوتهم، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما فيها من النساء والصبيان. ومما يدل على عظم شأن الجماعة أنها لا تسقط في حال الخوف، فقد شرعت الجماعة كما قال عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في مقابل الكفار: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهذا الأمر مما استقر في أذهان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة منافقا، وكان الواحد منهم يتحامل على نفسه مع مرضه ليشهد الصلاة. بل إن ابن مسعود وهو من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، فإن الله شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم
في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، هذا كلام ابن مسعود، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه الإمام مسلم. ويتحرى المسلم في صلاته السنة في أفعاله وأقواله حتى يتم للمسلم الصلاة الصحيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأمته: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال للصحابة رضي الله عنهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، بل نقلوا لنا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وألفت في ذلك كتب وهي موجودة، ألفها العلماء وبينوها في شروح الأحاديث كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من إتمام الركوع وإتمام السجود والخشوع والخضوع. ومعروف حديث المسيء صلاته الذي كان لا يتم الركوع ولا يتم السجود، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو صلى لكنه لم يتم الركوع ولا السجود، وذهب وصلى ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم قال في الثالثة: والله يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة، وهي إتمام الركوع وإتمام السجود والجلوس بين السجدتين، وأن المسلم يجب عليه أن يطمئن وأن يخشع في صلاته ولا ينقرها كنقر الغراب. بعض الناس لا يتم الركوع ولا يتم السجود، يعني أقلها تسبيحة واحدة، وأدنى الكمال ثلاثة تسبيحات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكل واحد منا له حاجات في الدنيا وحاجات في الآخرة، فيدعو ربه في هذا الموضع، لا سيما في أوقات الإجابة آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، حين ينزل الرب عز وجل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة، كما الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة. فهذا ما يتعلق بأهمية الصلاة ومكانتها، وإلا فالحديث عنها يطول، لكن يعني نكتفي بما ذكرنا في أهمية الصلاة وأمر الله عز وجل لنبيه وللأمة جميعا بأداء الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وآدابها وخشوعها. والخشوع هو لب الصلاة وهو روح الصلاة، المقصود بها هو الخشوع، هو لب الصلاة، التدبر، يشعر العبد أنه واقف بين يدي الله عز وجل. كيف لو الواحد منا سيذهب يقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا، أو رئيس من رؤسائه، أو أمير أو وزير، ليلبس أحسن ثيابه ويكون طيب الرائحة، ثم يسلم ويكون موقفه موقف الأدب، فما بالك بوقوفك بين يدي الله عز وجل. بعض المسلمين يأتي إلى المسجد بثياب النوم وبالرائحة الكريهة، وأيضا
لا يتطيب، ولا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، أي عند كل صلاة. أيضا من ما ذكره الله عز وجل القسم الثاني فصل لربك وانحر، النحر هو الذبح وهو أداء المناسك، فالنسك هو لله عز وجل، لا يذبح لقبر ولا لولي ولا لشجر ولا لحجر، وإنما الذبح لله تبارك وتعالى، وهذا من عبادة الله عز وجل. الذبح نوع من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، لا يذبح العبد ويقصد بهذا الذبح إلا التقرب إلى الله عز وجل. أما لو جاءك أضياف وذبحت لهم هذا ما في شيء، لكن أن تذهب لقبر ولي أو نبي أو لشجر أو حجر ثم تذبح عندها، فهذا من فعل الجاهلية وهذا من فعل المشركين. ولذلك يجب على المسلمين أن يحذروا من هذا العمل، الذين يذبحون ويتقربون للقبور أو للأولياء أو للصالحين، فهذا مما يحبط العمل ويفسده، بل هو من الشرك الأكبر الذي يحبط الأعمال والعياذ بالله، ويفسد الصلاة ويفسد العبادة أن تقدم ذبحا لغير الله عز وجل، ذبيحة. وكما في بعض للأسف البلدان الإسلامية تجد هناك من الجهلة من بعض أئمة الضلال ممن يدعونهم إذا أرادت المرأة زوجا أو ولدا أو تذهب للولي فلان واذبح له بقرة أو كبشا أو حتى. وفي الحديث أن رجلا مر بقرية وفيها صنم لهم فقالوا قدم شيئا، قال ما عندي ما أقدم، قالوا اذبح لو ذبابا قدم، دور له ذباب وذبحه وأعطاهم إياه، فغضب الله عليه فأدخله النار بسبب هذا. وجاء رجل آخر فقالوا له قدم ولو شيئا، قال ما أقدم ولا أذبح إلا لله عز وجل، قالوا قدم ولو ذبابا، قال ولا ذبابا، فقتلوه فأدخله الله الجنة. مات على التوحيد، ما يذبح إلا لله عز وجل. الذبح لله كما أن العبادة لله والدعاء لله والأعمال الصالحة لله، كذلك الذبح والنذر إنما هو لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. اللهم انصر دينك وكتابك وأولياءك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في بلاد الشام وفي اليمن وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين.